خلينا لننتقل لمحطتنا الصحية لليوم والطبية. كثير من الناس بيعانوا من ارتخاء الجفن، أسباب هي المشكلة كيف ممكن نعالجها؟ خلونا بالأول نتعرف على أسبابها ونرجع نتابع حديثنا. ارتخاء الجفن هو حالة تدلي وارتخاء الجفن العلوي للعين إلى الأسفل، وفي أحيان نادرة من الممكن أن تؤثر هذه على رؤية لدى المصاب. يحدث ارتخاء الجفن لعدة أسباب، منها مشكلة خلقية وذلك بسبب مشكلة في النمو التي تشمل العضلة التي ترفع الجفن العلوي، أو نتيجة مشاكل تصيب الأعصاب الموجودة في الدماغ التي تعمل على التحكم في جفن العين، كما أن للتقدم بالعمر السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بتدلي أو ارتخاء الجفن، إضافة إلى أسباب أخرى. لكن لماذا تحدث هذه المشكلة؟ وما هو العلاج؟ نعرف من ضيفنا بصباحنا غير. تابعنا نور بعض طبعا المعلومات عن ارتخاء الجفن واسبابه، رح نتوسع اكثر نعرف معلومات اكثر عن الموضوع مع ضيفنا بصباحنا غير لليوم الدكتور جهاد نويلاتي، اختصاصي بجراحه العيون. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور. يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء عن اسباب مشكله ارتخاء الجفن، خلينا نحكي عن اسبابها بالبدايه او نعرف المشكله. طيب. لانه تختلف، يعني هي اغلبا بتكون عند كبار بالسن، بس عم نشوف موجه جديده عند الصبايا، يمكن انه بتلاقي اغلب الصبايا عم يروحوا لعمليات شد الجفن. هلا انت فورا اتجهتي باتجاه الشيء التجميلي، خلينا اول شيء نعرف ارتخاء الجفن او انسداد الجفن. هلا المسؤول عن فتحه الجفن، الجفن العلوي والجفن السفلي، المسؤول عن الفتحه بشكل اساسي هو الجفن العلوي. اي توضع، يعني هو هبوط الجفن العلوي للاسفل، رح يعطيني منظر انه العيون الصغيره او فتحه جفنيه صغيره. الجفن العلوي مسؤول عن تفتيحه وتسكيره، عن رفعه وخفضه، هي عضله رافعه الجفن. ممكن تكون ضعيفه خلقيا، فممكن نشوف حاله انسداد ولادي، يعني ممكن يولد الطفل اول ما بيولد بيلاحظوا الاهل انه فتحه عينه صغيره كثير، فالعضلة بتكون هون ضعيفة خلقيا، بيكون في حثل بالعضلة، ما عم يقدر تفتح وتسكر الجفن. هلا هون التداخل الجراحي السريع إذا كانت مغطية مركز البصر، هي عند الأطفال. هذا حكينا انه المسؤول عن فتحة الجفن العلوي هو العضلة رافعة الجفن. ممكن تصيبها أمراض مكتسبة مع العمر، أي سبب عصبي أو أسباب تانية، فبتأدي انه فتحة الجفن الصغيرة. هلا هذا هو الانسدال الحقيقي. الانسدال الحقيقي اللي من كتعريفا انه الجفن العلوي عمل العضلة اللي بترفع الجفن تكون ضعيفة. هلا في شيء اسمه الانسدال الكاذب. الانسدال الكاذب بيكون عندي عمل العضلة قوي، يعني العضلة قوية، بقول له طلع لتحت طلع لفوق، انه عم يرفع وين بتكون المشكلة؟ هو انسداد كاذب هو غالبا بيكون وزن زايد على الجفن العلوي. ممكن إذا واحد ورمت شوي عينه حس إنه جفنه نازل، هذا انسداد كاذب لأنه ورم عطى وزن مؤقت على الجفن رخى. كمان بهالآلية نفسها بالانسدادات الكاذبة ممكن يصير مع تقدم العمر. تقدم العمر بيترهل الجلد الزايد على الجفن، ممكن الوسائد الشحمية اللي فوق العين تنتبج فبتعطي وزن زايد، فممكن انه تنزل الجفن العلوي للاسفل فيعطيني منظر هذا الانسدال. هلا الانسدال بهالحاله هو انسدال كاذب لانه العضله اللي بترفع الجفن بتكون قويه، وانما الوزن الزايد اللي فوقها هو اللي ادى الى المنظر العين الصغيره، انه هبوط الجفن العلوي نحو الاسفل. هلا في كمان حالات ثانيه، هو الاصابات العصبيه، اي رد مثلا لا سمح الله على الدماغ او شلل عصب سابع ممكن يغير بحجم الفرجه الجفنيه. هون بتكون العصب يلي جاي من الدماغ باتجاه العضله يلي بتعصب الجفن بيكون في اذيه. هي بالنسبه للتعريفات، وبنقدر نفوت ونفصل باللي بدكم اياه. يعني اكيد. طيب دكتور، مثل ما حكيت في اسباب خلقيه وفي اسباب ممكن تكون مرضيه وفي اسباب لها علاقه بتقدم العمر والسمن طبعاً. والنحافه وهي الامور، ولكن وجود بعض هي المشاكل عند صبايا وشباب مثل ما طبعاً. حكينا بالبدايه، هل هي بشو مرتبطه؟ هل ممكن يكون حاله مرضيه او شو سببها؟
هلا يعني انا مجرد ما اجاني شاب او صبيه باعمار عاده متوسطه عم يقول لي انه انا فتحه العين عندي حاسسها صغيره، الجفن العلوي حاسه نازل، فتحه عيني كانت من زمان اوسع من هلا. فهلا اول شيء هون التشخيص التفريقي بدي يفوت، بدي اعرف هل هو انسداد حقيقي او هو انسداد كاذب، ببين عندي بعمل العضله اللي بترفع الجفن، اذا كان عملها فعلا ضعيف معناتها بدي ادور على الاسباب اللي ادت لضعف عمل هالعضله هي. وكمان في شغله انه ممكن يكون بالعين او ممكن يكون بالعينتين. هلا عاده اللي بيكون بالعينتين مع تقدم العمر هو سبب انسداد كاذب هو ترهل الاجفان، هو هذا الشيء الشائع بصراحه، يعني هذا خلينا نحكي عليه انه هو مع تقدم العمر ب 30 40 50 ممكن نحس انه الجلد يلي مبطن الجفن العلوي بلش يرخي فبيعطي وزن زايد فعم بيعمل لي انسداد بالجفن. هلا في عالم حتى هن وصغار في عندهم طيه جلديه بيقولوا لهم عيونهم مبطنه او نعسانه من طبيعتهم، بهدول الحالات ببلشوا انه يترهلوا قبل غيرهم. فهلا هي الطيه ممكن انه مع الوقت تزيد سماكتها وتعطي وزن تعمل لي تغيير بحجم الفرجه الجفنيه. هلا كمان احيانا في صبايا بتكون مزعوجه من هالمنظر من دون ما تكون عامله لها انسداد، كمان لها حل، بس طبعا هون الاصلاح كلياته هو اصلاح جراحي تجميلي. يعني ما هذا الانسداد الكاذب عاده ما بيوصل لمرحله انه يعيق مركز البصر، بس وانما بيعطي تفاوت بحجم الفرجه الجفنيه بحيث انه بيقول لي عم بتصور عم شوف عين كبيره وعين صغيره. فمندور على الاسباب هون عاده بيكون هو انسداد مرتبط بالوزن الزايد يعني على الجفن العلوي اللي هو ترهل الجلد وانتباش الوسائد الشحميه اللي بتبطن العين من فوق. يمكن دكتور ذكرت اكثر من سبب يمكن، ومثل ما قلنا اشهرها هي يمكن التقدم بالعمر، بس في اسباب اخرى مثلا اذا بدنا نحكي عنها مثلا مثل ما قلت يمكن في مشكله بالعضل. أكيد. هون كيف بنعرف انه هي مشكله بالعضل؟ بيكون في فرق بالعينتين، وشو بيكون علاجها لما يكون بعمر صغير او مبكر؟ فينا نقول كله بيتجه نحو عمليه شد الجفون؟ هلا مو عمليه شد الجفون، هون عمليه تقويه للعضله يلي بترفع الجفن. نرجع للانسداد الولادي، انسداد يعني طفل، شو بتكون اسبابه؟ بيكون ضعف بالعضله يلي بترفع الجفن. لهي العضله بترفع الجفن يعني وقت بقول له المريض طلع لتحت طلع لفوق تشوف انا قديش عم ترفع الجفن. احيانا بيكون في ضعف بهي العضله هي، بحيث انه اذا ولد الولد الطفل وكانت الجفن نازل مغطي مركز البصر، هون انا لازم الاقي اجراء تداخل سريع حتى اقدر افتح له مركز النظر حتى ما يصير في كسل بالعين، لانه بتعرفي اول بالسنوات الاولى من العمر اذا الولد ما شاف مزبوط ممكن يعمل كسل وظيفي يروح معه طول العمر، فانه انا بدي اتدخل جراحيا تمام لاني افتح مركز النظر. هلا هدول الاسباب هو اسباب شائعه هو الانسداد الولادي الخلقي. السبب الرئيسي صفاق العضله الرافعه، هو بيكون في ضعف. هلا العمليات هون تتجه مو لشد الجلده اللي فوق الجفن، لا، العمليه هون هو لتقويه العضله، في عندنا طرق جراحيه لتقويه العضله، وحتى منوصل اذا كانت كثير ضعيفه هي عمليه تعليق انه انا علق له الجفن بالحاجب. تمام، انه اوصلهم بي 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 وانا بسيليكون او شيء معين بحيث انه انا يعني يفتح حاجبه ليفتح العين. تمام، هون بهالحاله بتكون عمل العضله الرافعه كثير ضعيف، فبدي اضطر افتح له العين عن طريق ربطه بالحاجب. هلا هاد هون التداخل الجراحي بيكون على عمل على العضله اللي بترفع الجفن، بينما الانسداد الكاذب اللي هو مرتبط بترهل الاجفان اللي مع العمر هون العضله بتكون قويه يعني بالعينتين متناظره، وانما الوزن الزايد اللي صاير فوقها هو اللي اعطاني هالانسداد. فهون العمليه بتتوجه لقيم الجلد الزايد ولقيم الوسائد الشحميه اللي فوق العين اللي عم تعطيني هذا الانسداد الكاذب. فبتختلف الطرق الجراحيه حسب السبب. اكيد. طيب دكتور، بعض الاشخاص بيخافوا اصلا من الجراحه حتى لو كانت جراحه تجميليه بسيطه، في ناس بتخاف من الجراحه، هل بشكل عام جراحه العيون التجميليه بما يخص شد الاجفان او تعديل مشكله مثل ما حضرتك شرحت، هل لها مشاكل سلبيه؟ هل لها اثار سلبيه ولا لا؟ لا لا اكيد لا، يعني الجراحه التجميليه ما حنحكي جراحة تجميلية، جراحة الانسداد أو جراحة تقوية العضلة الرافعة ما لها المشاكل الخطيرة، بس وإنما نسبة التحسن بشكل نسبي. يعني أنا وقت بيكون عندي، خلينا نحكي بنرجع على انسداد الجفن، إذا كانت العضلة كتير ضعيفة بحيث أنه أنا قررت أني فوت أنا أويها للعضلة بطرق جراحية معينة، ممكن أنه أنا أزيد فتحة الجفن بس ما شرط تصير قد الثانية. تمام، حسب عمل العضله. فالعمليات ما خطيره اكيد، وانما نسبه التحسن حسب قوه العضله الاصليه. بالنسبه للشيء التجميلي
اللي هو ترهل الاجفان، لا طبعا هي ما لها خطيره، بس النتائج كمان تجميليه ما لها اثار سلبيه؟ لا اكيد ما لها اثار سلبيه، لانه هي يعني بتتركز تماما على جلده الجفن اللي مترهله، بدنا نرسمها صح تمام. هي اهم شيء انه انا ارسم هالجلده الزايده واخذ قياسات صح، بحيث انه انا وقت ارجع غمض الجفن بشكل طبيعي حافظ على الحد الادنى من طول الجلد يلي ما يزعج العين، لانه وقت تكون الجلد كثير مشدود فالعين يعني رح تتضايق، لانه حركه البلينكينج الرفيف الاجفان هي اساسيه لثباتيه الفيلم الدمع، يعني قدام القرنيه قدام العين في فيلم دمع بحركه الرفيف بينتشر بشكل صح سليم على سطح القرنيه، وقت بيكون في شد زايد عليه ما بيكون صحيح، فما عاد يكون في رفيف صحيح. فدائما المرضى هون بيقول لي مثلا عيني عم تحرقني عم تدمع، لانه هي عدم ثباتيه فيلم الدمع نتيجه الشد الزايد، بس هي برجع بقول لك ما لها مشاكل خطيره، قابله للعلاج بالاطراف العاديه او المراهم العينيه، وممكن بيرجع بيرخي. يعني احيانا بيجي يعني مريضه شاده الاجفان العلويه بطريقه تكون عنيفه شوي وشوية مرطبات، بيرجع بيرخي بعد 6 شهور الجلد بشكل طبيعي، رح يرجع يرخي شوي الألياف المرنة اللي بالجلد رح ترجع ترخي وترجع تعدل هاللقص الزايد يلي صار بعملية شد الأجفان. فهي إجمالا عمليات آمنة بنسبة يعني عالية جدا أكيد. طيب دكتور بأي عمر تنصح بعملية شد الجفون إذا فعلا هي عملية مع بداية التقدم بالعمر؟ يعني ذكرنا يمكن بالثلاثين وبالأربعين الناس طبعا عم تبلش بكير، وقديش؟ لأنه دائما بيقولوا لك هي لفترة زمنية محددة، يعني كل 10 سنين بتلاقي رجعت. صح. فخلينا نحكي بس بعض التفاصيل. هلا هون بالشغلات التجميليه ما فيني انه اعطي انا نصيحه، بس هلا انا بعطي رايي بس عم نشوف، لانه صبايا نوعا ما يعني هلا انا بتجيني مثلا صبي بال 25 عم تعمل عمليه شد جفن، يعني هلا هدول اللي عم تحكي عليهم شد الجفن التجميلي بيكون عندهم عيون مبطنه. فهلا انا دائما بحكي انا ومرضاي بهالاسلوب انه انت شو متوقع تحصل بعد العمليه. فانا بعطيه خبرتي انه انا بعرف شلون بده طبعا، انه انا بقول له شو رح شو متوقع انه يتغير عندك، انه مثلا مثل هاي الصبيه بتجيني مثلا عندها طيه صغيره على جلد الجفن العلوي، بقول لها شو متوقعه انزا، بس هاي الطيه اللي زعجتك بتروح، بس تقولي لي انه فتحه العين بدها تصير اوسع؟ اكيد لا. في عندي ندبه خفيفه بدك تتحمليها بين ما تروح، هي بدها تصير اكثر من هيك ما يعني بشوف توقع المريض وبنصحه. هلا احيانا بعطيه نظرتي انا، بقول له مثلا كنصيحه انا بشوف انه العمليه ما انا مستاهله انك تعملها لانه ما في تحسن كثير كبير، فهون بعطيه انه انا خبرتي. هلا عم نحكي هون بالمجال التجميلي البحث، يعني شغلات تجميليه قد ايه تقريبا كل قد ايه يعني ممكن تنعمل؟ هلا حسب طبيعه الجلد، في جلد ب5 سنين بترهل، في جلد ب10 سنين، في جلد ب20 سنه، فهي ما بنقدر نعطيها قاعده، بس غالبا يعني اكيد فوق 7 سنين، يعني قد ما كانت طبيعه البشره قابله للترهل، بس اكيد خلال 7 سنين ما شرط يعيدها الواحد يعني. ومثل ما قلت لك هون القرار نحكي عن عمليات تجميليه، بينما القرار الطبي وقت بتكون معيقه للمركز طبعاً. البصر هذاك شيء مرضي، لا هون بدنا نتجه للاهل انه هذا الولد مثلا فتحت عينه مغطيه مركز البصر، لازم نعمل عمليه لتقويه العضله مشان افتح عشان يقدر يشوف مزبوط. اكيد اكيد. دكتور بختام حديثنا خلينا ناخذ من حضرتك نصيحه، دائما باي موضوع فيه جراحه او فيه مشاكل بنسال هل في شيء بيقدر الانسان يعمله بنمط حياته لحتى ما يوقع بهالمشاكل المعينه؟ هذا الموضوع بينطبق على طبعا ارتخاء الاجفان، في شيء بيقدر الشخص يعمله لحتى يوقي نفسه من هالمشكله؟ لا اكيد. هلا بشكل عام هون النصيحه بالنسبه لترهل الاجفان هي نصيحه للعنايه بالبشره بشكل عام. يعني اكيد التعرض الزايد لأشعة الشمس من دون واقيات أو نظارات شمسية رح يخلي جلد الأجفان يترهل بشكل مبكر، يمكن هي أكثر حساسية لأنه بتكون يعني طبعاً. حوالين العين هي بالمناسبة الجلد الجفن السفلي هو أرق جلد بجسم الإنسان، فأكيد رح يكون حساس أكثر من أي شيء تاني، أكثر من الخدود أكثر من الجبهة، فلذلك الابتعاد عن أشعة الشمس بالذات كثير بيفيد بالعنايه بالبشره وبالتالي بترهل جلد الاجفان، ورح ناخر بالتالي عمليات شد الاجفان اللي ممكن تحصل. نتشكرك دكتور جهاد نويلاتي اختصاصي في امراض العين وجراحته على وجودك معنا، شكرا كثير. اهلا وسهلا وشكرا لكم، يعطيكم العافيه. سعد شكرا لك دكتور، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك.